السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة. الوصفة اليوم إن شاء الله هي دوازتي غريبة على شكل كوكيز، كتجي هشيشة بزاف، ودا بقيتوا معايا تال آخر الفيديو فغادي تشوفوها كي كتجي من الداخل ولذة لا توصف. وكل هذا بمقادير بسيطة جدا والكمية اللي كتعطي كبيرة. قبل ما نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، نتمنى تديروا جيم، تبارتاجيو الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. كنحتاجو 100 غرام ديال الزبدة أو المارغارين اللي متوفر عندنا، 150 غرام ديال السكر الناعم، ممكن نزيدو أو ننقصو حسب الرغبة وحسب الذوق، 80 مليلتر ديال الزيت أو نصف كأس، بيضة، معلقة ديال القرفة مطحونة، 3 غرام ديال الخميرة أو نصف كيس ديال 7 غرام، معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، ومعلقة كبيرة ديال زبدة الفول السوداني. ممكن نعوضوه بمعلقة ديال الجنجلان، يعني السمسم مطحون مزيان، محمر ومطحون مزيان، 50 غرام ديال الجنجلان أحمر و 50 غرام ديال الجنجلان أبيض، هادو التزيين. ممكن نعوضوهم بالفول السوداني المجروش. والدقيق أنا خدت لي كمية 420 غرام. كناخدو الزبدة بحرارة المطبخ، كنزيدو عليها السكر والقرفة زائد الزيت، وكنخدموهم بالدراب وممكن باليد، ثم كنزيدو البيضة وزبدة الفول السوداني وكنخدمو الكل مزيان بزاف حتى كيولي تقريبا سائل كثيف، ثم كنضيفو الدقيق والخميرة، كنجمعو العجين وكنحاولو ما ندلكوهاش. كنقسموها الى قسمين، قسم كنحتفظو به جانبا كيف ما هو، والقسم الاخر كنزيدو عليه غبرة الكاكاو وكنعجنوه حتى كينسجم مع بعضه. كيولي عندنا عجين ابيض كنزينوه بجنجلان الاحمر، وعجين اسود كنزينوه بجنجلان الابيض. كناخدو كرات بالحجم اللي بغينا، انا درتهم كبار شويه، ومباشره كنديروهم في الجنجلان فهو دغيا كيلصق فيهم، لا الاحمر ولا الابيض. ثم كناخدو عاود العجين الابيض وكنديروه كويرات وكنديروه في الجنجلان الاحمر، فهما كيجيو على هذا الشكل. كناخدو اناء مسطح او لا اي حاجه عندنا مسطحه تكون نظيفه بطبيعه الحال، وكنضغطو عليها على هذا الشكل حتى كتبسط، كيبقى عندها واحد الارتفاع معين. كنستمروا حتى كنكملوا. كندخلوها للفرن على درجه حراره 170، يعني متوسط، وكنخليوها حتى كتحمر. وكي كيبان لكم هنا انا درت حبات شوكولاتات الكوكيز في الوسط، ممكن تعوضوها بحبه ديال الفول السوداني فهي كذلك كتجي رائعه. والكميه اللي درت عطاتني 46 حبه من حجم كبير كيف كيبان، والتقديم درتو على هذا الشكل فكتوجد في اقل وقت ممكن، وكنقدروا نحتفظوا بها مده طويله، وكتجي هشيشه بزاف ولذيذه. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.